السلام عليكم الشباب، معكم مرة أخرى في البارتي الثاني زكريا قناة زكا تي في في الفي تشامبيونز ويكاند. غير البارتي الثانية كيف قلت لكم غادي نكمل تقريبا الميتشان، غادي نلخص ما غاديش ندير كلشي، ولكن المهم الميتشان اللي خسرت ما غاديش نديرهم كيعصبوني. هادي هو المشكل، نديرو طالما الميتشان اللي خسرنا غير وكان ماشي كلشي. الله الله على هاد الماتش، هذا الماتش هذا الصراحة راه عطينا واحد السبب ديالو، بسببه ما وصلتش 32 ولا 23 ارباح. هاد الماتش هذا من بعد هاد الماتش خسر طلال الميتشان، من بعد لا جوج ميتشان، من بعد يعني طلال الميتشان متابعين بسبب الكلب ديال ريمي. بيت زكل قتلني، ماشي غير هاديك راه الشحام، بيت زكل غير هاديك اللي شديت. وفي اللي بدي قلب على قاعد الفيديو تقريبا في شي 20 دقيقة، وكتر قاعد قلب دقة بدقة خاصك. المهم كنزكل كنزكل هو ماركا، كما كتشوفو قاتلين قاتلين قاتلين. هو نشا تاني ماركا، شنو فاش هادي المشكلة فاش كتلعب برا التيران ديالك، كيكون التحكيم ظالم، دير المشكلة ديالها فالطة قد شنا هي. ولا لا بيت ما كاينش، كيضيع في الوقت، كيشد كره كيدير لها بحال هكا. ماشي غير في هاد اللقطه هادي، راه ملي قرب ملي وصلت تقريبا الدقيقه 80 هو كيدير هكاك، تخرج ليه اللاعب كيدير كونتر اتاك. هادي درت واحد فالطا شربت البيت التالت صافي. من بعد لعبت واحد الماتش خسرت 3-1، من بعد لعبت ماتش اخر خسرت 4-1. وكاع دوك الميتشان ماشي بنان مواعر ولا شي حاجة، غير انا كنعطي البنان مرباح وصافي. هاد الميتشان اللي خسرت متابعين، هذا هو الماتش التالت، ماشي جوج تلاتة، يعني بعداك ربعة ديال الميتشان اللي خسرت. عاد شنو تخسر بعض الميتشان متابعين راه شي حاجة للفشل. هاد الماتش هذا واخا هكاك تصيدت فيه كراسكو، زقلت بزاف ديال البيوت صراحة تلاقاني فشلت. علاش كتخسر شي ماتش ديال مو بحال هكاك، كتخسر ماتش من بعد هذا كتخسر ماتش وكلشي بحال بحال، كتفشل. حاول ترجع معاه، رجعت جبت التعادل، ولكن في الاخر قوتها شرب شي بيوت على علاقة. حتى تلعب ماشي بشر ديال مو كيلعب، ما كنلعبهاش شميت. هل دابا هادا راه ردهم كاملين ديك ساعة الديفونس، غير هادي درت كونتر اتاك ضربت البيت التاني. يعني ها كيماركي بنان بيت ولا جوج بيوت كيرد لك القلاوي كلشي الدفاع. شوف اش كيدير دابا كونتر اتاك، شحال واحد انا عندي في الديفونس، شوف فين واقف بعدا الديفونس. هادي بيت نقطع لا بال تاكليت عليه، شديت حمراء. والغباء في الامر هو ان لعب هداك كفرة دغيا، شوف نقزت نقزت قبل من الوقت. صافي فاش طاحو اللعابة شربت البيت. من بعد لعبنا هاد الماتش مع تخينا هذا، ربحنا حنا التعادل في الماتش. هاد الماتش كنا معادلين، واحد الشوط تقطع عندو كونيكسيون ولا شي حاجة صح، ولا مشا ليا السيرفور مفهمتش. المهم هاد البيت هذا اللي خديت، خديت البيت التاني معاه، كنت واقيلا كنسجل، واقيلا هاد البيت لي سجلت وزاف معرفتش علاش. المهم لعبت مع هاد خينا هذا، لعب هاد الخطة هادي، هاد الخطة هادي صافي، هاد الخطة بحالها بحال ديك الخطة ديال 4-3-3 مزيرة، ما عندها ما دير بصراحة. لعابة عندو راه فرقة عندو واعرة، وكتشوفو الفرقة عندو راه ماشي واعرة مطرطقة. صراحة الماتش هذا معرفتش كيفاش استغليت الفرص، يعني بعد ما كترجع من ماتش خاسر مشموت فيه ب4-2، وماتش خاسر وخاسر ماتش ديال الميتشان مشموت فيهم، كترجع كتلعب بحال هكا راه شي حاجة زوينة. ما عرفتش كيفاش رجعت تلعب بحال هكا، باقي لك يبان لي بان راه هذاك لا ايه هذاك الماتش ديال 4-2، هذاك هو الماتش الاخر في نهار الجمعة. هذاك هو الماتش الاخر في نهار الجمعة، وقال دابا هاد الماتش هذا هو هو الماتش الاول ديال البارح.
El árbitro lo tiene claro, pita penalti, saca la amarilla. Lo vamos a luchar el ver. Manolo, oportunidad de oro para el rival. النهار السبت هاد القالب هذا كنديرو بزاف كيصدق كنت غنشد دوماج صدقات شحال من خطا درت البنان هاد القالب هذا كنديرو بزاف كيصدق زعما راه صرعني هاد البيت التاني هذا طلع صرعني طق طق كروت طلع له بدا تدوز زعما طرق طرق ما قصتش كورة شكرا هو يماركي افراح ورا ردهم كاملين واحد الوقيته والله والله الا ردهم كاملين للديفونس وكيلعب اللعب الشمايت وكل شيء وكيدير ستار فهادي راه هو كان داير ستار من بعد فاش رجع كانت الكرة عند الكارديان ديالو ويجلفها باللعب ديالو كويتو باللعب ديالو اللعب ديال الشمايت ديالو باش تكوى وانا كي راه شمتو شمتو عطي راه شمتو واحد الشمتة ديال الكلام عمرو غينسى هاد الماتش هذا غادي يصدم ديال موال الماتش تشوفو دابا الشمتة ديال الكلام اللي قلت لكم هذيك الثالث الدقيقة 74 هذيك 76 شوف راه طرق راه لا ماركي تلعب السونتر وي ماركي عاوتاني شو هاد البيت هذاك قهرني شو شو غباء غباء والله الا غباء الكره كانت غادا خارجه ما عرفتش علاش رد اللعاب انا ما قلتليش انا ردها انا خليتها تخرج قلت لكم كوفري عليها ولكن هي الشمت اللي قلت لكم شوف الدقيقه الاخرى كانت عنده كره دارت كونتر اتاك طق هربي جوفينكو هرب جوفينكو هرب شد شد جوفينكو هرب جوفينكو هرب مصدقاتش طرق رد جوفينكو امسك فيرنانديز ايوا والله هذاك الصحه واش عنده يرمس الكاميرا